شبيك ساخي؟ لا تضربني من ورا. شو؟ نسيم شو الجديد اللي غنيته؟ شو الجديد اللي غنيته يعني غير انه قلدته لوائل كفوري بس بصوت تونسي بس شو انه شو عملت شيء شو اخترعت بارود يعني غنيت شو غنيت هلا انت؟ عن جد ما بعرف والله انت راضي؟ لا هالبرفورمانس لا طب هي قول لي قبلها نص مصيبة على الفينال بس شو عارف؟ نكون واضحين اكيد واضحين احنا واضحين على الفينال بس هي انه برايك انه بهيك مرحله انه اذا غلطت هيك غلطه بتمرق لا بس انا كنت خايف منها اكثر من لازم يعني عرفت هذا الخوف الاكثر من لازم سبب مش ارجع لهديك بدي احكي عن هيدي هيدي ما كانت بعد التبليه هيدي اسمها غنيه هينه وغنيه كوميرسيال وشعبيه ما بدها كثير مغنى وما غنيتها يعني ما حتى ما شفت عنصر اسمه نسيم فيها شفت يعني تقليد وائل كفوري تقليد وائل كفوري ما حدا بده تقليد وائل كفوري بالمغنى يعني وائل كفوري حيا يرجع بس انا بدي اقوله انه اذا بعدكم عم بتنبشوا تقلدوا فنان او تغنوا الغنيه مثل ما بتسمعوها هي مش كبيره يعني ما نكون نجوم كلمه نجم بده يكون عنده شيء بده يكون عنده شيء خي ايماج دماغ شيء هيك نشوفه نحس انه هذا شيء مميز عندك بس خامتك اللي انت ما لك فيها هيدي الله يعطيك اياها يعني ما تربح نجميله ما بتسوى ابدا It's not كارد فينال تبع ستار أكاديمي أبداً 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 أنت رجعت لورا بهالبرايم